جمعية أومني سبورتس جيمز أوف بيروت جمعية شابة هدفها إنساني، من ميلة هدفها رياضة ومن ميلة تاني هدفها أنها تكون حد كل شخص هو بحاجة. كريم أبو مراد موجود معنا اليوم بارتنر بهالجمعية، أهلا وسهلا فيك. ناتاشا خليفة كمان أهلا وسهلا فيك. يعني خطوة كتير مهمة وكتير حلوة بلشتوا فيها مش من زمان، ولكنها تطورت بسرعة. مزبوط، صراحة نعمل هيدا الإيفنت ب 16 سبتمبر وأبدا ما كنا ناطرين هالقد يكون في positive feedbacks من وراء. It's a good surprise لإلنا، وإن شاء الله السنة الجاية رح نكمل بنمط أقوى. إذا السنة هو الدعم لمرضى الألزهايمر، خبرنا يعني كيف بتجي الفكرة وشو يعني أومني سبورتس جيمز أوف بيروت، شو عم بيصير خلال هالنهار؟ أوكي، أومني سبورتس جيمز أوف بيروت معناتها ملتي سبورتس جيمز، يعني بنهار واحد عم بينلعب كل السبورات للشباب وللبنات. نقينا إنه اللي عم بيلعبوا بهالسبورتس اللي عم بيعملوا الكومبيتيشن هن تلاميذ جامعات لبنانية، لانه بكل صراحه هن الوحيدين اللي عندهم يعني بنفس الجامعه. عندي كذا تيم، عندي فوتبول، باسكت، فولي، وكلهم بيكونوا عم بيلعبوا تحت اسم جامعه واحده. الهدف تبع هالسنه كان انه نجمعهم بنهار واحد ويلعبوا لاجل قضيه، وكل سنه رح يكون عندنا قضيه مختلفه عن الثانيه. لهالسنه اينا قضيه الالزهايمر، لانه في كثير عالم منصابه بهالمرض وعم ببلش ينتشر بشكل عن جد خيالي. هدفنا كان نجمعهم وتو سبورت العالم اللي منصابه هالمره. نتاجة هيك يعني نهار بده تنظيم كثير، وانتم كتلاميذ جامعات يعني مش كلكم عندكم الخبره المطلوبه، عم تاخذوا الخبره خلال يعني تحدي كثير كبير. اكيد، مشان هيك اول سنه كان كثير صعبه لانه نجمع سبونسرز، نجمع عالم تيجوا، لانه كنا كلنا تلاميذ جامعات، يعني اكبر واحد بيناتنا عمره 24 سنه. We were very young and they didn't take us seriously. بس at some point يعني صاروا كل العالم عم بيعرفوا، التلاميذ جامعات صاروا عم بيشدوا على الجامعات يتدخلوا يفوتوا معنا، والايفنت كثير كان ناجح، فالحمد لله صار في كثير عالم عم بيحكونا تيفوتوا معنا للسنة الجاية ويساعدونا. فإذا بنفس النهار عدة رياضات، كيف نظمتوا هالموضوع؟ ورياضات من أي نوع؟ وهل في رياضات تنافسية؟ بلى، كانت تنافسية، كنا جمعنا 16 جامعة وبنهار واحد عملنا كذا ليج. مثل ما قال كريم، بكل جامعه في كذا اكيب لكذا تايبس اوف سبورتس. كان في فوتسال، كان في فوتبول، هاند بول، باسكت، تيبل تنس، تنس اتسترا، وكانوا شباب بنات. سو نظمنا الاوقات تيكونوا كل العالم عم بيلعبوا بذات الوقت، بس ات سام بوينت يقدروا يحضروا بعض ويرتاحوا. وما كان عندنا بس سبور، يعني كان في كمان فاشن شو سبونسرد باي بوما، كان في باندز، كان في فود كورت، يعني ات واز ان انترتيننج سانداي. انا سميته فيستيفال فور ايكوز، مش بس ما كانت مثل ما قلت ما كان بس عم نلعب سبور. ونقينا اللوكيشن جمهور لانه عندي كذا ملعب حد بعضهم، سو عندنا شوت كثير حلو اخذناها على بكل الملاعب عم يلعب نفس الوقت. اكزاكتلي ات ذا سيم تايم، كل واحد عم بيلعب غير سبور عن الثاني، وكل واحد يعني انه اذا بترجع بتفكر بعدين انه عن جد كانوا كلهم عم بيعملوها بس تو سبورت ذيس كوز. سو انا بدي من هون عن جد اطلب اول شيء من كل الجامعات اقول لهم ثانكس لانه فاتوا معنا، ومينلي لليونيفرسيتي ستودنتس يلي لعبوا معنا ويلي في كذا واحد منهم هي جوت انجر. بتعرف انت بالسبور دائما في انجريز بتصير، سو كل هالعالم عن جد وي اول ريسبكت وات ذي ديد، ويعني الله هو شايف شو عملوا. سو ثانكس. الهدف هو توعوي ولا اكثر من هيك؟ الهدف في عندها كذا اهداف واش جي بي صراحه، انه لاكون كثير صريح معكم انا عم بلش اكتشفها. انا يعني وقت بلشت ما كنت ابدا حاطط بلان انه كل هالاهداف رح اجي احققهم، بس اليوم حققت اول هدف هو انه في عالم عن جد منصاب الالزهايمر صارت تحكينا برايفت مسجز وتدق لنا، وهيك بتحس من قلبهم كثير مبسوطين انه ثانكس حدا شافنا، ثانكس حدا عم بجرب يساعدنا. هيدا هو الهدف الثاني. الستودنتس يعني الفيدباكس اللي طلع لنا اياها من الستودنتس مثل ما قلت ناتاشا، في عن جد رقم خيالي من العالم عم بيطلب منا سنة الجاية ان اني واي تو فولنتير ويساعدنا بحيالله شغله ممكنه. سو هول هدفين اساسيه. والهدف الثالث انه حلو كمان بلبنان يكون في ايفنت هالقد كبير، عم نفكر نحن الفيجن اللي عندنا اياها لبعدين نشتغل عليه على صعيد انه يصير نجم جامعات من برا كمان، انه ليه بس بدها تصير بجامعات لبنان، ويكون هذا الايفنت عم يعمل بس على الاولاد اللبنانيه. سو ناتاشا كل سنه لكن الايفنت بيدعم قضيه معينه، فعم تتعرفوا على قضيه جديده. صح.
قضية الألزهايمر شو اكتشفتوا فيها؟ نحن اكتشفنا انه الألزهايمر كثير عم بيزيد نسبة العالم من صابي بالألزهايمر كثير عم بيزداد بالعالم. وات سام بوينت انه اذا كان في ستاتستكس هلا في 36 مليون بيبل منصابين بالألزهايمر، كل ما يزيد بسنين حاطين تل 2050 حيوصل النمبر ل 115 تقريبا مليون بيبل اذا ما كثير عم بيهتموا بالموضوع عالميا. عالميا كرمال هيك انه حيلا شخص في ينصاب بالألزهايمر، وهذا مرض مميت وما كثير بيعطوا اهميه مثل غير امراض. فمشان هيك فكرنا انه it's a very good initiative و very good start. وفي جمعيه اسمها JMRC، هي it's an organization that researches تيساعدوا هيدا تيلاقوا طريقه تيساعدوا بهالمرض ويعالجوا فيها. So it was a very 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 good experience. لنا بلس تعلمنا اكتشفنا كتير اخبار، يعني كتير قضايا وكتير يعني معلومات كمان اللي بياخذوها طلاب الجامعه. هن جامعسي ذا ان جي او كان عندهم بوث بالايفنت تبعنا، وانا اثرت انه هيدا البوث يكون على المين انترنس، يعني كل انسان فايت على الايفنت بده يمرق فيه وبده يشوفه، ومن خلالكم المجتمع بيكون عم يوعى على اهميه الموضوع. بنعرف انه بالالزهايمر بالتحديد قد ايه العائلات هن بحاجه لسبورت، يعني بحاجه لسند وبحاجه لحتى يتعرفوا اكثر على هالمشكله تقدروا يكونوا عم يتعايشوا معها او يكونوا عم يدعموا الشخص. وهي صراحه احلى شيء كان بالايفنت هو انه كلنا بنعرف مرض الالزهايمر بيصير بالعالم عاده الكبار بالعمر، ما في ولد بينصاب بالالزهايمر مثل ما بعرف، بس اللي كان حلو انه الفكره انه هالشباب يلي هن صغار عم بيلعبوا تو سبورت العالم يلي هن كبار، يلي اللي بينصاب المرض الالزهايمر عاده الشخص كبير بالعمر. سو هيدا اللي كان كمان اللينك الحلو، انه الشباب استعملنا الشباب انه قدرت تساعد العالم الكبار بالعمر اللي هن فيلنرابل، يعني ما بيقدروا لحالهم. هلا تنظيميا كمان عم تتعلموا، يعني يمكن كل واحد منكم عنده اختصاصه يلي صح. اوقات بيكون قريب اوقات بعيد عن الموضوع مع هيدا وكله، يعني يلي بيقدر اكيد عم يجند اختصاصه بهالاطار واللي لا عم يتعلم صح، وهذا شيء تعلمته اكيد خلال هالتنظيم بما انه يعني تنظيم كبير حتى بالديزاين يعني نحن حطينا السكجول تبع سبورتس، حطينا كيف بدنا نحط البوس كل شيء. فانه كريم اركيتكتشر ستودنت انه ساهم بهالشغله، انا كمان. فeveryone had a role. It's very important لأنه كل شخص من التيم كان عنده رول كتير مهم، كنا كلنا عم نساعد بعض، بس at some point كل واحد كان حامل تقل عليه وكلهم يعني مسؤولية معينة. كلهم they exceeded يعني عن جد our expectations. وما اختلفتوا؟ صراحة كتير اختلفنا، بس لو ما اختلفنا ما كنا يمكن قدرنا نعمل اللي عملناه. عادة وقتها تختلفي على مع حدا هو لأنه كتير مهتم باللي عم تعمليه باللي عم تحكيه. So, لأنه كنا كتير مهتمين، لأنه كنا كتير عنا اختلاف على نفس القضية بنفس الحماس. Exactly. Exactly. يعني اختلاف البوزيتيف، مش إنه مشكل، بالعكس. بس إنه كان كل فكرة عم نحكيها في كذا رأي، وهيدا الشيء كتير حلو لأنه كذا رأي يعني عم ناخد تقريبا الآراء تبع كذا شخص، كذا مجتمع، كذا تفكير. So, وتنجمعهم كلهم ودائما ناخد رأي على كل شغلة، يعني كل شيء عاملين له حساب كذا مرة كذا ألف مرة. أما بالرياضة شو اكتشفتوا؟ الجامعات مركزة على الرياضة، المؤسسات، المدارس، الجامعات they were very competitive. يعني ما فاتوا فيها بس كـ charity event، فاتوا فيها كأنه إنه we're playing يعني أنا بدي جامعتي تربح، أنا بدي جامعتي تربح. والحلو فيهم إنه تخلصوا التورنمنتس تبعهم everyone came down وعملوا a walk، كانت كتير مهمة لإلنا. هي كانت walk مع الجمعية اسمها a walk to remember. A walk to remember. هي نظمتها JMRC، وكان هدف نعمل tour de piste على الملعب the green field، وبالآخر نفليت البالونز يلي كانوا purple لأنه purple هو لون مرض الألزهايمر، ونطيرهم بالهواء. إذا إنه عن جد هذا الإيفنت كله لإلكم. So نزلوا كتير جماعات، يعني تقريبا صاروا ينزلوا كوتشز، ينزلوا جين اوف سبورتس. في عنا صور لجين اوف سبورتس يعني عمدة بالجامعة نزلوا عملوا الووك معنا، وهيدا الشيء عن جد كان كتير حلو. في سبب لاختيار هالموضوع بالذات الألزهايمر؟ لا، كل سنة رح يكون في أي موضوع رح يكون يعني يطلع قدامك أو يهمك أو يهمكم رح تكونوا عم بتساعدوا. أكيد. ومن هلا كمان بنطلب إنه كل حدا في ساعدنا بهالشغلة. في كتير أشياء لأنه مرض الألزهايمر ما كان حدا، أكيد في كتير عالم سمع فيها من قبل بس ما كان عنده هالانتشار المضبوط بلبنان. في حاجة. ففي كتير مواضيع غير، وأنا أكيد إنه بحاجة كمان لتوعية. فكل حدا بيعرف عنده فكرة
خليه لنا انه وي ويل هيلب، واذا قدرنا حسينا انه فيها بوتنشل نشتغلها مع بعض واي نوت، حلو يكون عندنا كوز. اومني سبورتس جيمز اوف بيروت، تحيه لكل الشباب والصبايا يلي مشتركين معكم بهالحملات يلي عم تعملوها وبهالجمعيه. ناتاشا خليفه اهلا وسهلا فيك، كريم ابو مراد اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه على الخطوه الحلوه يلي عم تعملوها. وقفي هلا ومنرجع منتابع لايف.